مجلس الحرب الإسرائيلي يبدو أنه منقسم على ذاته، ولكن في النهاية ما يحدث على الأرض هم على قلب رجل واحد. صباح الخير لك وللسادة أهلا بك. المشاهدين. ليست القضية أنهم على قلب رجل واحد بقدر ما أن الذي يقرر في نهاية المطاف هو الذي يتولى مفاصل الحكم. واليوم لدى نتنياهو ائتلاف مستقر، يميني مستقر، يتقاطع في رغبته في الذهاب إلى هذه الحرب حتى نهايتها مع رغبة نتنياهو، وهو كذلك لا يود أن يرى مسارا يفتح في موضوع الصفقة أو الهدنة. لذلك مهما تعالت أصوات المنتقدة المطالبة بالذهاب إلى مسار صفقة وهدنة في هذه المرحلة وإعادة ترتيب أولويات الحرب، تبقى أصوات لا وزن لها في إطار النظام السياسي ولا حتى وزن لهذه الاحتجاجات التي تجري في الشارع. ما زال الحراك الذي يجري في الشارع حراك لا يعتبره نتنياهو حراك يهدد رغبته في الذهاب إلى الحرب. ما زال هذا الحراك حراك ينقصه القيادة السياسية مع وجود بعض القيادات، لكن وجودها خجول معه. لذلك أيضا بالقياس إلى الحالة الدولية، الولايات المتحدة تبيعنا شعارات وكلام في حين تبيع إسرائيل الإمدادات العسكرية والمواقف المغطية عليها وعلى رغبتها في استمرار هذه الحرب. يرى نتنياهو في هذه الأجواء مساحة واسعة جدا لاستمرار المناورة والهرب إلى الأمام وقرع طبول الحرب. نتنياهو يعلم بأن الشرعية والتفويض الذي يحصل عليه من الداخل الإسرائيلي ما زال متين جدا، والشرعية والتفويض الذي يحصل عليه من حليفته الاستراتيجية الوحيدة القادرة على منعه من الاستمرار ما زال أيضا قوي مع كل هذه الانتقادات الخجولة الباهتة التي تظهر من الولايات المتحدة. لاحظي مع تعالي أصوات الولايات المتحدة بالمطالبة بتوسيع إدخال المساعدات، هي تضع نفسها في موقف محرج حينما تعجز كدولة كبيرة جدا عن إدخال المئات الشاحنات المتكدسة على المعابر وتذهب إلى التماهي مع الرغبات الإسرائيلية وتنزل تحت السقف الإسرائيلي والاشتراطات الإسرائيلية بإدخال المساعدات عبر الجو. هذه صورة ضعف تتبدى للولايات المتحدة أمام المواقف الإسرائيلية المتعددة. طيب إسرائيلياً، ما هو الفارق أن تدخل هذه المساعدات بحراً أم جوراً أم براً؟ يعني إسرائيل لا ترغب في الأساس في إدخال هذه المساعدات كي تستمر عمليات الإبادة للشعب الفلسطيني. هي ترغب بهذه الصورة. لماذا لا ترغب بإدخال المساعدات برا؟ أولا هي تؤكد على مسألة مهمة وفيها اعتبار سياسي لإسرائيل، هي لا تعترف بالسلطة القائمة في قطاع غزة حتى هذه اللحظة مع كل الإضعاف الذي أحدثته إسرائيل لها كمنظومة تحكم السيطرة، ورأينا كيف استهدفت الشرطة الفلسطينية التي رافقت شاحنات المساعدات الغذائية. لذلك حينما تذهب الولايات المتحدة ويذهب معها جزء من الأنظمة في العالم إلى إلقاء المساعدات عبر الجو، هذا معناه تأكيد على الرواية الإسرائيلية والسردية الإسرائيلية بأنه لا سلطة حاكمة في قطاع غزة، وهي تترك للمواطنين الذهاب إلى الحصول على هذه المساعدات مباشرة مع كل الفوضى التي تخلقها هذه الحالة. هذه الفوضى تساعد إسرائيل في موضوع فرض يعني منظومة تريدها الآن. هي تتحدث أحيانا عن عائلات، تتحدث أحيانا عن شخصيات سياسية يجري قولبتها وتطويعها بحيث تتماشى مع الرغبات والاشتراطات الإسرائيلية. إذن جزء من مسعى إسرائيل في الذهاب في هذا المسار هو إنهاء الحديث عن وجود كينونة وإدارة داخل قطاع غزة تتولى توزيع هذه المساعدات، ولذلك يأتي القفز على هذا الأمر من خلال الجو. في الطرف الآخر الدول التي ذهبت في هذا المسار يعني هي كما مرة أخرى تعبر عن تماشي مع الرغبة الإسرائيلية وتعبر عن ضعف. الولايات المتحدة حليف استراتيجي، كيف لنا أن نقتنع بأن الولايات المتحدة قادرة على جر إسرائيل إلى مسار يفضي إلى دولة فلسطينية؟ وقد قالت لنا قبل أسابيع كما تذكرين أنها قد تذهب إلى البحث في دولة فلسطينية، كيف لنا أن نقتنع بأن الولايات المتحدة يمكن أن تجر إسرائيل إلى هذا المسار وهي تعجز عن جر إسرائيل إلى فتح المعابر لإدخال المساعدات؟ وهذا فيه يعني نوع من الاعتبار للقيمة الإنسانية وللكرامة الإنسانية بدل أن تلقى يعني المساعدات بهذه الصورة. هذه هي الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تتمدى في أبشع صور ضعفها أمام الغطرسة الإسرائيلية والاستعلاء الإسرائيلي. والذي يحدث في هذا المشهد، مشهد إلقاء المساعدات، هو أن هذه الأنظمة وعلى رأسها الولايات المتحدة تضع إسرائيل مرة أخرى فوق القانون. يعني هذه صورة عجز مطلقة للنظام الدولي، للهيئات الدولية التي تعجز
وترى مشاهد الأطفال يموتون جوعا في داخل قطاع غزة، وتعجز عن إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات. مرة أخرى إسرائيل تقرأ رسالة جيدة وتفهم بأن هذا المجتمع الدولي غير قادر على إلزامها بإدخال المساعدات وإيصالها لمحتاجيها، لن يستطيع إلزامها لا على وقف الحرب ولا على غيره، لا لمسار سياسي ولا لدولة ولا لغيرها. لذلك المشهد مؤسف جدا ومؤلم جدا أن تستمر إسرائيل أن تبقى دولة فوق القانون مع كل الانتقادات الدولية، لكنها لا ترقى إلى أن تلزم إسرائيل وتجبرها على التعاطي مع هذه المأساة الإنسانية التي تحدث داخل قطاع غزة للأسف. وبالتالي هل بالفعل سيتم إقامة ما أشار إليه بايدن في خطاب الاتحاد بوجود ميناء مؤقت وسفن كبيرة لنقل المواد الإغاثية؟ الذي يجري من تجويع للغزيين في القطاع يجري على مرأى ومسمع العالم أجمع، على البث المباشر على الملأ، وبات يحرج هذه الأنظمة التي وفرت لإسرائيل الغطاء في أن توصل قطاع غزة إلى ما أوصلته إليه اليوم. وربما واحدة من القضايا التي يعني تحدث بها نتنياهو ومست هذا الأمر بشكل أساسي، وحديثه عن حجم الضحايا الذين سقطوا في قطاع غزة من الأبرياء، وحديثه عن أن إسرائيل يجب أن لا تستغل هذا كورقة مساومة في موضوع المفاوضات التي تجري على قضية الهدنة والصفقة. الولايات المتحدة مرة أخرى يعني تعيش انفصام وتناقض ما بين ما تقوله وما تفعله فيما يتعلق بالإسرائيلي. ما تقوله نظريا إنشائيا أنها تحتج وتبدي نوع من الإزعاج تجاه هذا السلوك الإسرائيلي، وفي المقابل استخدمت الفيتو أكثر من 4 مرات في إطار هذه الحرب لمصلحة إسرائيل، وفي المقابل هي تستمر في إمدادات السلاح والعتاد، وفي المقابل هي تستمر في التغطية وتبني رواية إسرائيل في أن الإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها. فكيف لنا أن نفهم هذا الأمر ونفهمه في سياق واحد؟ الولايات المتحدة أمام الغضب الدولي وأمام الغضب في الشارع الأمريكي، هنالك استطاعت رأي تقول بأن كثير من الأمريكيين غاضبون على طريق التعامل بايدن وتعاطيه وتماشيه وتماهيه مع المواقف الإسرائيلية. لذلك ما يجري هو محاولة لتنفيس المشهد المنتقد للولايات المتحدة، إن على صعيد الداخل الأمريكي أو على صعيد العالم. حينما يظهر رئيس أمريكي ويتحدث عن هذا الأمر يعني وكأنه يدغدغ مشاعر العالم بأن الولايات المتحدة تذهب في سياق المزاج الدولي العام والمزاج الأمريكي العام الذي يريد إدخال المساعدات للغزيين، الذي يريد وقف هذه الحرب، لكنه لا يتخذ سلوكا فعليا. قالوا لأن نحن مدرك أن الطرف الوحيد دوليا القادر الآن على كبح جماح انفلات نتنياهو ويمينه هي الولايات المتحدة. كل المنظومة الدولية عجزت، في يعني مجلس الأمن مؤخرا رفعت يدها 13 دولة مطالبة بهدنة مؤقتة، الولايات المتحدة الوحيدة التي عارضت. هنالك يعني إجماع دولي على ضرورة وقف الحرب، لكن الولايات المتحدة تستمر في منح إسرائيل الغطاء للاستمرار. لذلك يعني الولايات المتحدة لا تريد استخدام ما لديها من أدوات قوة لفرض مشهد وقف هذا الذي يجري في داخل قطاع غزة، وهي تستمر في ابتلاع كل الانتقادات الدولية، وتستمر في ابتلاع الأذى التي يأتيها من إسرائيل على صعيد الحالة الانتخابية والداخل الأمريكي والخسارة التي يمنى بها بايدن. يلجأ بايدن وتلجأ الإدارة الأمريكية إلى الكلام الإنشائي وإلى بيع نواهم في موضوع المساعدات، وبيع نواهم في موضوع الميناء العائم، وبيع نواهم في موضوع انتقاد ازدياد عدد الضحايا الفلسطينيين، لتقف الولايات المتحدة موقف حازم وتقول لإسرائيل لا، ولديها القدرة على أن تفعل ذلك ولديها الأدوات. إسرائيل أو الولايات المتحدة وبناء عليه أيضا يعني سيد محمد، يعني هذا الخطاب خطاب الاتحاد هو خطاب انتخابي في المقام الأول، والانتخابات يعني العد التنازلي لها بالفعل بدأ، فهل بايدن مضطر لتنفيذ هذه الوعود حتى لا يتهم بعدم المصداقية؟ إذا كانت الانتخابات بعيدة ربما ينسى الناخب ما قيل، ولكن هذه الفترة هي فترة الترويج للأفكار. بالضبط، ولذلك قلنا أن بايدن وإدارته بحاجة إلى مثل هذه الشعارات، وما الذي يمنع أن يعني يضع ميناء عائم؟ وقد قالت إسرائيل بأن هذا يأتي بالتنسيق معها. لماذا كل هذا ما دام أن لدى إسرائيل معابر مع القطاع مباشرة، وهنالك شحنات متوقفة وتتكدس من أكثر من أيام طويلة جدا على مداخل القطاع؟ مرة أخرى هذا لن يقرأ في العالم على أنه يعني مسألة إيجابية، هذا يأتي في سياق التنسيق مع إسرائيل وفي سياق الرغبة الإسرائيلية، والولايات المتحدة تريد هذا الأمر وتريد تنفيذه وستسعى إلى تنفيذه. قالت بأنها ستذهب إلى إلقاء المساعدات عبر الجو وفعلت، وهذا أيضا يأتي في سياق محاولة امتصاص نقمة وغضب الشارع الأمريكي والشارع العربي والشارع الدولي بشكل عام. ستلجأ أيضا إلى موضوع
إقامة هذا الميناء العام وإدخال المساعدات أيضا، لأنها تدرك بأن ترويج مثل هذا الأمر في العالم هو سيخفف من حالة الانتقاد والحدية تجاه مواقفها. لكن استراتيجيا، هل تتخلى الولايات المتحدة عن علاقتها مع إسرائيل، عن إسنادها لإسرائيل، عن تغطيتها على إسرائيل؟ أعتقد هذا لا. الولايات المتحدة تلعب في الهامش، في هامش المساحة التكتيكية والمناورة في علاقتها مع إسرائيل، ولكنها لا تريد أن تمس جوهر وصميم العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة كما تفضلت في ظل الأجواء الانتخابية، لأنها تعلم ويعلم الرئيس بايدن أن الصدام مع الإدارة الأمريكية، الذهاب إلى التصادم المباشر عبر فرض الإرادة الأمريكية على إسرائيل في هذه المرحلة قد يرتب أثمان كبيرة جدا على بايدن وعلى الحزب الديمقراطي في ظل الأجواء الانتخابية. لذلك تبيع الولايات المتحدة ما لديها من إمكانات، ترهن ما لديها من إمكانات رهن وطوع بنان الإرادة الإسرائيلية، وتلجأ إلى الحلول الترقيعية التسكينية في الذهاب إلى الحديث مرة بالإغراءات عن التطبيع وعن الاندماج الإقليمي، لعلها تجر نتنياهو أن ينزل عن شجرة مواقفه الكبيرة، ومرة تلجأ إلى الإيهام بأنها تهدد إسرائيل وتنتقد إسرائيل. لكن مرة أخرى استراتيجياً لم نلمس تغير في موقف الولايات المتحدة منذ بدأت هذه الحرب حتى هذه اللحظة، وظلت التغطية الأمريكية على صعيد الإمدادات المادية وعلى صعيد المواقف الدبلوماسية والسياسية في المحافل الدولية هي ذاتها، وبتنا نشعر بأن إسرائيل هي التي تقاتل عن الولايات المتحدة لا العكس. ولذلك هذا المشهد نعم بين الاستراتيجي والتكتيكي، الولايات المتحدة تلجأ في هذه الحرب إلى الاستراتيجي، استمرار الاستراتيجي والمواقف الاستراتيجية مع إسرائيل. التكتيكي بيعنا وهم بأن الولايات المتحدة تنتقد على استحياء وتكون بمواقف لي يعني التخفيف من وطأة هذا المشهد البشع الذي يبث على مرأى ومسمع العالم.